إذن مشاهدينا، موضوعنا التالي: من رحم المعاناة تنطلق البسمة والأمل، حيث يتولى عامل بناء يدعى أبو سالم معالجة ثقب أحدثته قذيفة هاون سبق وأن سقطت على منزل يقع بمنطقة الصراع في سوريا. ويقود أبو سالم فريق مكون من 12 عامل بناء، وتتلخص مهمتهم بترميم المباني وإصلاحها نتيجة ما لحق بها من أضرار العمليات العسكرية. ونظرا لأن الأدوات الحديثة في المناطق المحاصرة غير متاحة ومواد البناء باهظة الثمن، فيقوم فريق أبو سالم بهدم البيوت وخلط الخرسانة ونقلها بأيديهم، وتسمي المجموعة نفسها كتيبة دمر واحنا بنعمر، ويحصل أعضاء الكتيبة على أجورهم وفق قدرة الزبائن، وقد تتراوح ما بين 4 أو 5 دولارات في اليوم الواحد. منهم قالوا الجبال صعبة تاريخ القرن.